السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة الحصول على رابط السايت ماب. أولا ندخل إلى مدونة البلوجر وثم نذهب إلى الرابط وبعد .com نضيف السلاش وثم نقوم بكتابة روبوت .txt ليظهر لنا رابط السايت ماب. نسخ الرابط وثم من الذهاب إلى جوجل سيرش كونسول ولصق الرابط في سايت ماب او ملفات السايت ماب. نقوم بعمل ارسال ليقوم بفرسته وارسال الملف بنجاح. تم ارسال الملف بنجاح. والاطلاع على تغطية الفرسة نقوم بالضغط على معلومات اخرى ولنرى الصفحات الصالحة للفرسة والصفحات المستبعدة من الفرسة والأخطاء أيضا والصالحة التي ولكن لا تتضمن الفرسة.